بحر الغرام غدار غدار وما قرار، والحب قالوا أعمى، آه الحب قالوا أعمى ونعمى كده. يبقى الموضوع انتهى، وكلام ابن عم حديد رضيب كان فدان وخلصنا. افتكرش حاجه غير الله. هيعمل ايه يعني؟ لو وقف لنا شغلنا مفيش مخلوق من طرفه هيدوس فدان برجليه، وهو عارف كده. يا حاج ده لو كان هو عاقل ويعرف يحسبها كويس، انما ده اهوج. مهما كبر وشعر وشاب مش هيعرف ده يفكر في مصلحته ابدا ويرضى بنصيبه زينا. انا بيني وبينه اتفاق. يا عم خير الله، ده يضربك في ظهرك وهو بيضحك في وشك. ياه، ده انت شايل منه ياما يا سلطان. لا انا خايف منه، خايف من طيشه، من جهله، حتى بمصلحته. ما تكبرهاش يا سلطان، ما هوش عبيط للدرجه دي. بص يا حاج خير الله، بالنسبه لك انت جايز، انما بالنسبه لي انا بقى مش هيقدر يعديها لي ابدا. ما هو اصلا انا بقى الخاين اللي عضيت ايده بعد ما هو وصلني. هي بس ما عملتش حاجه زي دي. هو فاكر كده يا حاج خير الله، هو فاكر كده، هو مش هيقبل ابدا ان انا اقفله كده راس براس. لا وانا مين بقى؟ ده انا الغلبان اللي طول عمره هو بيترسم عليا. اعلم في خيله واركبه 100 مره يا حاج، 100 مره. بس الله اعلم بقى الشيطان ممكن يوزه بايه. مش يمكن عايز يخلص مني يا راجل. ما تخليش مخك يروح لبعيد. لا يا حاج مش بعيد، انا خايف يتهور وانا اضطر ارد عليه ويبقى الـ40 بتاعه على ايد انا. مراتك عندها حق يا عادل. انت اللي بتقول الكلام ده يا رادي بيه. الله، هو انت هتعمل حاجه بايدك يا اخي؟ افرض حصلت اي غلطه، يعني افرض
ما كده هنروح في داهيه قرا. وبعدين خيرالله ده مش هيسكت. سيب خيرالله عليا، وزي ما مراتك قالت مش لازم نقتل. امال يعني هنعمل ايه؟ ندخله السجن. اعمل اللي تقدر عليه، المهم نخلص منه. الواد محمد احواله مش عجباني خالص يا مهدي. ليه بس يا باشا؟ ده واد زي الفل. انت مصدق الفيلم بتاع حب الطريق والسواقه والمهنه اللي صعبانه عليه؟ هند نمره واحد. في سر وانا لازم اعرفه. يا عم سر ايه؟ السر مع تباع صاحبي، وانت صاحب طرق قديم وفاهم. ايوه مجدي، بس انا مستني شويه، احتمال يحصل قلق بعد كده لازم يضمنا. الشغل هيكتر ومش هنلاحق عليه احنا الثلاثه. بيني وبينك يا سلطان، احنا لازم بقى نبطل شغل البلدي القلاوي ده. يعني ايه بلدي؟ يعني العربيات والورش واذونات الاسمنت والحديد ومخزن السيراميك. يا عم ما احنا طول عمرنا شغالين في تجاره الارض، وهو بسم الله ما شاء الله. يا عم دبش الارض امرها معروف، انا بتكلم في الفلوس اللي راقده دي، لو طلعت واشتغلت ودارت هتعمل مصلحه جامده قوي. يا اخي الله اكبر في عينك يا اخي. طول عمري يا مجد عايز اعمل كده، شركه ودفتر ومحاسبين. اهو كده، اهو ده بقى الشغل اللي على ميه بيضه. ايوه بس ده عايز ترتيب تفكير عشان ما نتكلش يا مجدي. كمان الجو بقى مش حلو اليومين دول عشان نطلع قرشينات. يا عم ولا تطلعهم في اي جو، اللي قابلينا قال لك ما تاخدش الجنيه من جنب اخوه حتى لو كان اللي عايز ابوه. انت عارف ايه اللي هيخلي الواد محمد ينسى موضوع السواقه ده خالص؟ ايه يا اسطى؟ انك انت تبقى تباع معاه. انا؟ اضحك اخويا اضحك، ما هي جات لك على الطبطاب، طول عمرك عايز تخلعني عشان ما بقاش في عن حجر غيرك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت جننت ولا ايه؟ ستأمن بالله، انت راجل غاب صحيح. تبقاش مجنون، احنا خلاص بديناها مع بعض وهننهيها مع بعض. والنبي قول له بقول عليه ايه في غيابه؟ اصايد والله، بس ده غبي بجد يا استاذ مجدي. بجد قصيت الحمار. سمعت؟ شفت؟ شفت بقى؟ اهو خلاص بقى يا مجدي بقى. الله هيصدق يا جدع. بص بقى يا ابو الهي، انت تبقى معاه اهو، منها تعرف لي ايه اخباره ودماغه ماشيه ازاي، ومنها تبعد انت عن القلق بتاع اليومين دول. الله 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 الله، الخبر ايه يا اسطى؟ طب تضحي بيا انا ولا ايه؟ يا مجدي انا وانت لو حصل حاجه هنعرف نسلك، انما الحاج ده بقى لو سخن هيقتل له واحد ويجيب لنا جناين. هو شوال صغير تركينه كده في اي حته من الدريه عنده. فين يعني؟ اي مكان، يعني مخزن الحديد، ورشه المواسير، مخزن الاسمنت، السهل عليك اعمله. هو يا باشا الشوال ده هيبقى فيه ايه؟ مش شغلك ها؟ اوامري تتنفذ بالحرف الواحد وبس. امرك امرك يا باشا. خد حط الفلوس دي في جيبك، ولو الموضوع مشي زي ما انا عاوز مش هديك فلوس وبس، لا ده انا هخليك من اصحاب الاملاك كمان. انا جرجس بره يا باشا. ايه اللي جاب الراجل ده هنا عليا؟ نعمل اكتر رجل. بس اشوف خليه يا ابنيته. حاضر يا باشا. وانت يلا اخرج اعمل لنا جو بره. نفس الظروف دي مرت علينا قبل كده يا نورة، فاكرة اللي حصل لنا ايه؟ ولا نسيت اللي حصل لابوكي؟ ما نسيتش، واضح ان المركب ابتدت تغرق وعادل بينزل ما بيطلعش. وانت بقى ناوي على ايه؟ هتفضلي جنبه لغاية ما تغرق انت كمان؟ قلتلك خليك في حالك، لما ابقى اطلب منك حاجة ابقى اعملها. لا لغاية كده لا، انا ما اقدرش اشوفك بتغرقي واقف اتفرج عليك يا نوره. الراجل ده لو اتمسك هتتصدر كل فلوسه وفلوس مراته وفلوس عياله الصغيرين كمان. يعني لو عادل حس ان انا بتخلى عنه في الوضع ده هيعمل ايه؟ ولا حاجه. من حقك يا روحي، من حقك برضو انك تنقذي نفسك. اه بس الست اللي عندها اصل لازم تفضل جنب جوزها لاخر لحظه. دي الست الغبيه اللي مش فاهمه، اللي مش عارفه مصلحتها فين. هي دي الصوره اللي لازم تفضل عنده، لازم يحس ان انا بسيبه غصب عني
بضحي بسعادتي عشانه. ايوه بس جوزك مش عبيط، ممكن يكشفك من اول كدبه. مصيبه ولازم نخلص منها باي شكل. مش عايزه اسيبه، مش عايزه اهدم حياتي. انت مجنون؟ بس ما اقدرش اخسر كل حاجه للمره الثالثه. اهو كده بقى تبقى انت بجد اختي حبيبتي. انا ضيعت نص عمري معاه واستحملت اللي محدش استحمله، ما اخرجش في الاخر باي حاجه والدوله تاخد كل حاجه. لا طبعا يا حبيبتي حرام. هو احنا اغنى من الحكومه ولا ايه؟ اه بس المساله مش بالسهوله اللي انت فاكرها دي. اسمعي بقى، احنا قبل ما نتكشف لازم تهربنا وناخد اللي نقدر عليه. انا يا سلطان بيه ما بقتش قادر استحمل امارته ولا اهانته ليا كل ساعه والتانيه. ايه اللي حصل يعني؟ ما انت طول عمرك شغال معاه. كل شيء ولي اخر يا سي الاستاذ، لكن انا خلاص ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. والله شيل ده عن ده ارتاح ده من ده، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. يا ريت يسيبني في حال. انا كل اللي خايف منه انه يتهمني بالسرقه ولا يزق علي حد يأذيني. العياذ بالله، ليه بس؟ هو الشغل بالعافيه؟ اديك انت قلتها بلسانك، لكن الباشا بتاعنا ما ينفعوش الكلام ده. يحب هو اللي يعين وهو اللي يطرد، لكن تسيبه كده وتمشي بمزاجك؟ لا، ما انت عارفه ومجرب يا سي السلطان بيه. ايوه، عشان كده بقى جرجس افندي انا بالذات ما ينفعش اساعدك، هيحطك في دماغ اكتر. هو في كل الاحوال مش هيعتقني، لكن انا بقول يعني لو حضرتك شغلتني عندك يعني اكيد هيعمل لك الف حساب، مش هيستجري يعني يقرب لواحد من رجالتك. يشرفني يا عم جرجس، يا ريت. بس انا لو عملت كده هبقى انا اللي تعديت عليه. وصولها كده. معلش يا عم جرجس، انت عارف انها مش عليله بينك يومين دول، وانا مش عايز اعمل حاجه برضه تنبش في الحكايه. عداك العيب يا سلطان، خلاص بقى يظهر ان انا ماليش عيش في البلد دي. هلا ليه بس مالكش عيش في البلد؟ انت عبيط ولا ايه يا جرجس؟ مالك يا الدنيا بتخلى يا عم. امسك، خلي دول معايا. ايه ده؟ فلوس؟ ايوه فلوس. مالك يا جرجس؟ انا وكان اليومين دول شويه، ولما الامور تهدى عدي عليا. لا 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 يا استاذ سلطان بيه، انا ما اخدش فلوس ما عملتش بيها شغل. انا مش جاي اطلب حسنه. عيب عليك يا راجل يا عبيط، ما تقولش كده. احنا كان عيش وملح مع بعض. مش عايز ابقى تقيل عليك. الناس لبعضيها يا جرجس. يلا بقى اتكل انت على الله عشان ما حدش يشوفك هنا. سلام. سلام. سلام يا ادس. الله يسلمك. يعيش المعلم ولا يتعلم. بأمارة ايه بقى تدخل واحد زي ده وسطينا؟ انت مين قالك ان انا هشغله؟ ما انت لسه قايل له الكلام ده، وانت لما بتقول كلمة ما بترجعش فيها. اه بس ده ليك، للناس اللي مني. بس ده راجل مغلوب على امره. تضمن منين بقى ان صاحبك موزوش عليك؟ بالاجبار بقى هدده وطرقع له على قفاه، عمل معاه اي نمرة؟ يا سلام، تعجبني طول ما انت رايق. هو ده اللي مخوفني. بس يقولك بقى ايه؟ لما تلاقي واحد بيضحك عليك وانت هرشته، سيبه يضحك عليك عشان تضحك عليه انت في الاخر. يعني انت هرش وسطين؟ عايزين نعرف فيه ايه يا مجد؟ الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا عم الاسطوات تمر يا معلم. طبعا ما هي اصلها كرفقة عالي ومظبطة السقف. نشل شوية رجالة، احنا مش قاعدين للصبح. يلا سليم. كويس اننا لحقناك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا بينا عشان عايزك معانا يا معلم. ايه؟ عندك سهرة صباحي وعايز تصدرني للعيلة ولا ايه؟ لا يا عم ما تخافش مش هيحصل. يلا انت يا ابو الحيط خلص العربية دي وسوقها. يلا. استنى يا ابو الحيط، خدني معاك. يلا انت تعالى معايا يا معلم. تعالى تعالى. انت ايه اللي بتعمله ده يا حمار؟ انا خفت الرصاصه تيفا فيك. انا خفت ايه ونيلت ايه على دماغك؟ كنت هتموت، هتموت نفسك. وانتوا ايه اللي جاريكوا وراهم انتوا الاثنين؟ نفترض ان هم وقفوا ضربوا عليكوا نار، معاكوا سلاح زي اللي معاهم. انا بقى من غير جريت وراهم. انا جريت من غير ما افكر. انا عارف مين اللي عمل. احنا كنا قدامهم كلنا، لو كانوا عايزين يضربوا اي حد فينا كانوا ضرب. ده جرس انذار يا محمد. ده كارت ارهاب بعتهولي عادل عنتر بيمثل بيه عليا. عليا اليمين لاسحب سلاح واروح ضربه الفتاة دماغه. وهو ده اللي هو عايزه بالظبط. اطلبوا الحكومه واستنوها واستنوني لحد ما اجي. انت رايح على فين؟
ده موضوع ما يباتش لبكره يا محمد. انت لازم يتصفى النهارده ودلوقتي حالا. مش هتروح لوحدك، انا جاي معاك. أسعد ليلة في حياتي. نفسي أحس السعادة دي. خلاص، كلها لحظات والمهمة تتم ويبقى الموضوع انتهى. وما دام هنخلص منه يبقى الأعصاب لازم تهدى والأيام الحلوة ترجع بقى. أكتر حاجة تمنيتها في حياتي، بس يا رب تكمل على خير. بقول لك خلاص وصلنا، المسألة مسألة وقت. يا ريت يا عادل، يا ريت. اهو كده بقى نحتفل ان الامور ابتدت تتحسن ونتمنى ونحلم بكل اللي احنا عاوزينه يحصل. اوكي ننسى. في صحة بكرة، في صحة كل الايام الحلوة اللي جاية. في صحتك. عادل يا عنتر انزل كلمنا، انا عارف انك صاحي. ايه ده؟ مش عارف اتجنن ولا شارب ولا مسطول. ده هتنزل في ليلتك السودا دي ولا اطلع لك؟ هي حصلت يجي لك لحد هنا؟ ده انا هخرب بيت امي. جوزك ضرب عليا نار، ينزل يواجهني هنا راجل لراجل. انا جاي لك بطول يا عادل، من غير سلاح ولا رجاله. في ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت سكران ولا ايه اللي في دماغك؟ سيبوه. انا دماغي ايضا نار يا عادل، والفيلم اللي انت عامله ده مش هيخيل عليا. يا بيت عادل عنتر، اللي يخش بالطريقه دي تتكسر رجله. وانا سلطان الغندور، واللي يضرب عليا نار تتقطم رقبته. مين اللي ضرب عليك نار؟ هي دي بقى التهمه الجديده اللي عايز تتهمني بيها وتلفقها لي؟ طب يا اخي فكر في حاجه اذكى من كده شويه. انا لا بتهم ولا بلفق، ومفيش حد ليه مصلحه يقتلني غيرك انت. وانا لو عايز اعملها يا سلطان مش هخاف منك. لا خاف بقى يا عادل، وخد بالك انت اللي بدأت والبادي اصلا. ماشي يا سلطان، انا هفترض ان في حد فعلا ضرب عليك نار، الحد ده مش انا وما اعرفش عنه اي حاجة. طبعا ما انت قاعد في البيت وايدك نظيفة ورجالتك حواليك بعيد عن اي شبهة. عايز تصدق صدق. اسمع، انا اللي ضربت عليك نار، اللي انت عايز تعمله اعمله يا سلطان. اللي بيعمل ما بيقولش يا عادل، انا بس قلت اجي احذرك عشان ما تزعلش من اللي هيحصل. مش هزعل. وبعد كده لما تحب تضربني بالنار ابقى اصطادني لوحدي يا اخي، بلاش وابني معايا. حاضر يا حبيبي، من عينيا ان شاء الله المره اللي جايه هبقى اخد بالي. استهتر زي ما انت عايز، في الاخر خالص واحد فينا هيموت والتاني هيروح على حبل المشنقه. غلطان يا سلطان، ولا كنت تعمل حاجة ولا كنت تروح لمن أصله. واحد غيري كان ضرب عليه نار يا حاج، وهو لازم يعرف. انت متأكد انه هو؟ اللهم الحكم بين غيره يا حاج. هلا شفت بعينك؟ عندك دليل على كده؟ وهي دي عايزة دليل يا حاج، دي باينة زي الشمس. بس مش طبعا يا سلطان، اللي زي ده لما يحب يغدر ليه 100 طريقة تانية. طب مين يا حاج؟ مين؟ أنا ماليش عداوة مع أي حد. بيتهيألك، كل ما ربنا يكرمك في البلد دي ونجبك يعلى كل ما تلاقي ليك أعداء وناس بتكرهك. صح حق، وخصوصا بقى سلطان يعني لو ماسك قرش زيك يعني. الله أكبر، اللهم صل على النبي، يعني الناس مش لاقي الله. ده أخوي، كل ما تعلى وتزيد غلتك كل ما يزيد حسادك كمان. يعني وأنا عشان ربنا كرمني وبكسب يا حاج الناس تضرب عليا نار؟ مش يمكن حد نيته سودة وبيلعب في الوسط وليه مصلحة في اللي بيتعمل ده؟ والله صحيح يا حاج، الله ينور عليك. وانت يا سلطان بسم الله ما شاء الله عني كبرت، والناس كلها طمعانة في اللي في ايدك. سيب لي المشكل ده وانا احله بطريقتي. هتحله ازاي يا حاج؟ لو هو اللي عملها يبقى العهد اللي بينه وبينه انتهى. لو حتى ني نعرفه ونحاسبه،
لكن برضو نظل كسرين عادل كأنه هو اللي عملها. لا يا حاج خير الله، لا أنا كلمتي واحدة، أضربه بالرصاص ليه؟ هو أنا عاجز يا حاج؟ أنا ممكن أخلص عليه بأي طريقة تانية، أدخله السجن مثلا. يا حاج يا حاج مش حيشني عنه غيرك، ولولا الاتفاق اللي بيننا أنا كان زماني فعصته من زمان. لا يا حاج معلش بقى، بيوت الناس مش لعب، وأنا مش قليل علشان كلب زي ده يتهجم على بيتي. قوله لازم يتربى واللي حصل ده ما يحصلش تاني. الكلب ده لازم يتربى وإن اللي حصل ده ما يحصلش تاني. لا طبعا يا حاج، لا طبعا كلمتك عندي أضمن من الجنيه الدهب. حاضر يا حاج حاضر، عشان خاطرك أنا مش عامل له حاجة، بس أقسم بالله العظيم لو عدى من الشارع اللي قدام باب الفيلا لخلي أصغر راجل عندي يضربه بالنار، واصرف على الراجل ده هو وعيلته مدى الحياة. ازيك يا محمد؟ الحمد لله كويس. اتأخرت ليه يا حبيبي؟ النهارده كان عندنا شغل كتير، وبعدين حملنا عربيات كتير واتأخرنا. شغل مش حاجة تانية؟ حاجة ايه؟ وبعدين ما انا بتأخر كل يوم، جت على النهارده يعني؟ بس شكلك كده مش مريحني، فيك حاجة مش مظبوطة. ايه هي بقى الحاجة دي؟ مفيش حاجة، انا كويس ومفيهاش اي حاجة. تصبحي على خير. خد هنا، ايه تصبح على خير وسايبني وزقق على جوه؟ ما هو انت لو بتعرف تكتب كنت انا سيبتك. لا اله الا الله، وانا يعني لازم الف لك حدوت عشان تصدقيني؟ ايه يا واد ده، وانا بقول لك الف لي؟ انا عايز اعرف الحقيقه، شكلك متلخبط فيه ايه؟ الحقيقه ان انا تعبان جدا وجسمي مكسر، لو سمحتي بقى سيبيني استريح. ماشي يا محمد ماشي، بس انت هتروح مني فين؟ ما انا هفضل ازن زن كده لغايه لما اعرف الحقيقه. لو ما قلتهاش دلوقتي ان شاء الله الصبح هفك عقده لسانك وخليك تقولي على كل حاجه. سلطان سلطان انت كويس يا حبيبي؟ كده يا سلطان كده يحصل لك كل ده وتسيبني قلقانه؟ ما انا قلت لك في التليفون وفهمتك على كل حاجه يا حنان. ما انا خفت لكون بتضحك عليا، خايف لا تخضني عليك. لو هضحك عليكي ليه بس؟ هتصدقيني امتى يا حنان؟ انت بتزعلي كده ليه؟ هو انا غلطانه ان انا خايفه عليك؟ لا بقول لك ايه، الله يبارك لك، انا راجع مش شايف قدامي، مش ناقص. يا بنتي سيبيه في حاله، مش لما نعرف ايه الحكايه الاول. ايه ده، مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ افتح الباب. ادخل انت جوه، انا مأمن نفسي كويس. مين؟ الحقني يا سلطان، الحقني الحقني يا سلطان. حد من اخواتي جرى له حاجه؟ لا انا اللي جراني. اقعد يا سلطان. اقعد يابا، في ايه؟ اللي جراني ما جراش لحد يا سلطان. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي جراني ما جراش لحد يا سلطان. هاتي كوبايه ميه. لكن على البال ولا الخاطر. في ايه يابا؟ حد تعرض لك؟ يا ريت يا سلطان، كانوا عيال عيالي كانوا هو الصاحي. امال ايه اللي حصل يابا؟ فهمني. محرك مش قادر اقول يا سلطان. طيب انا هروح اتوضى واصلي الفجر. ادعيلي ادعيلي. ربنا يديك الصحه. ادعيلي ربنا يديك الصحه، ان ربنا يسترها معايا. هدعيلك يا حاج هدعيلك. يابا فهمني ايه اللي حصل. انا هفهمك يا سلطان، هفهمك كل حاجه. في حاجه مش فاهماها. ما دام اتجرأ وتهجم على البيت بالشكل ده يبقى اكيد اتضرب عليه النار، وطبعا محدش ليه مصلحه غيرك. لو مكانه مش ممكن افكر في حد تاني. تسمع كلامي ولا توجع قلبي زي كل مره؟ عايزه تقولي في حد بيلعب، مش بعيد يكون خير الله. نفرض انه خير الله، لا انا ولا سلطان هنقدر نعمل له اي حاجه. جايز ما يكونش خير الله، يكون اي حد تاني اكبر من كنتوا الثلاثه. وبعدين بقى هتكركبي بطني ليه بس؟ الموضوع كبر يا عادل،
حكاية الترعة دي لفتت الأنظار. أنا مش لوحدي، أنا في ظهري ناس كبيرة أوي. سلطان وخير الله مش لوحدهم، والناس الكبار كتير، وأنا حاسة إن الموضوع ابتدى يفلت من إيدك. يعني أنت يابا جاي للساعة 4 الصبح عشان تقول لي أم كيم ومشيت؟ ما في داهية. ما أنت عارف يا سلطان أنا ما أقدرش أعيش من غير أم كيمو. لا حول ولا قوة إلا بالله. من إمتى بس يابا؟ ما تتجوز أي واحدة غيرها، والعينة دي على قفا من يشيل. ما ينفعش يا سلطان. ليه ما ينفعش يابا؟ أبوك خلاص، سلموا عليكم، شكرا، روح وسيب لنا رقم تليفونك. يعني إيه يابا تليفونك؟ يابا أنا عندي مشاكل ربنا وحده اللي يعلم بها. قول لي إيه اللي مضايقك؟ أنا يا سلطان خلاص حسنين ما بقاش حسنين. يعني كويس قوي ان صحتك كويسه وبالك مرتاح. مرتاح ايه يا سلطان؟ انا لسه صغير، ده انا يدوبك 80 سنه. كتر خير الدنيا، الحمد لله، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. ايه الكلام المسخ ده يا سلطان؟ لا 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 لا, لا. انا عايزك تشوف لي حل. حل ايه؟ دي حاجة بيد ربنا. ايوه يا سلطان، العلم اتقدم، شوف لي حاجة كده فيها فيتامينات تقويني يا سلطان. على عيني يابا، بس الحاجات دي اصلها بتحمل على الجسم يابا، وانت مش قد الحاجات دي. يا ابني خلي عندك دم، ده اللي انت فيه ده كله من خيري. انا عارف يابا، انا عارف، وفلوسي كلها تحت امرك والله، اللي انت عايزه خده. انا بس مدام بقى الكهرباء قطعت ملهاش حل. ايه ده؟ يعني انا بحي يا سلطان؟ هي حصلت لضرب الرصاص؟ بتحصل كتير، مش وضع يدي واستيلاء على اراضي الدوله وبالتحايل؟ تحايل يا جدعان، ما احنا دافعين حقها. عشان تزرع وتنتج وتبيع، مش عشان تتاجر فيها. بس انت وهو بطلوا رغي في السياسه، انا كل ده ما يهمنيش. مش سامع بيقول على ابوه؟ انت مش فاهم اي حاجه. انت اللي مش فاهم حاجه. انا اول ما سمعت صوت ضرب النار رميت نفسي على ابوك عشان افديه، خدني في حضنه ولفني عشان هو اللي ياخد الرصاصه في صدره. ابوك بيحبنا اكتر من نفسه، وعمره ما دخل علينا قرش حرام. انا ما قلتش كده. كلامك المتزوق مش هيتوهني عن نيتك، انا بفهم اللي ما بيتقالش قبل اللي بيتقال. ما تبس بقى يا واد يا محمد، ما كانتش كلمه اخوك قالها. الله، احنا في ايه ولا في ايه؟ المهم ابوك عامل ايه؟ صاغ سليم، ما فيهوش خدش الحمد لله. المهم يا اخي انك لما بتشوفه بتقابله بوش تاني خالص. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ربنا يزيدك من ايمان. اقول لك ايه، لما تشوف ستك اوعى تجيب لها سيره، انت عارف اعصابها مش ناقصه. خد هنا يا واد. سايبني ورايح فين؟ رايح شغلي. ايه، هنلبس طرح عشان تضرب علينا عيارين ولا ايه؟ استنى هنا، اطلب لابوك على التليفون. تطلب ايه انت؟ بقول لك اطلب لابوك على التليفون، ورجلك ما تعتبش بره الشقه دي غير لما اخلص كلامي معاه، مفهوم ولا لا؟ الو، في يا محمد؟ انا ما نمتش طول الليل. يعني برضو قلت لها من غير ما انبه عليك. ايه في ايه؟ بتزعق ليه؟ خريت زي الجردل برضو يا محمد. اديها لي بقى، انت هتقول لي اصل وفصل. خلص عجبك كده؟ اهو قلب عليا انا. الو، كده برضو يا سلطان؟ حتى دي عايز تخبيها عليا؟ الموضوع بسيط ومش عايز اعمل قلق يا بدريه. انا عايزاك. خير، تحت امرك. بخصوص ابنك محمد. مال؟ الكلام ده ما ينفعش بالتلفون. عدي عليا وانا مش هاخرك. طيب حاضر، هعدي عليك. عشان اشوف حكاية العيال دي. هي السنيورة جنبك؟ ساعة زمن واكون عندك. مع السلامة. ايه ده بقى ان شاء الله؟ هي الست هانم بتديك اوامر ولا ايه؟ عيب، بتكلمي عادل يا حنان، ما صحش كده. ابني وعنده مشكلة، مش لازم اروح واحلها؟ شوف يا سلطان، انا قلق عليك مخليني ما افكرش في اي حاجة خالص دلوقتي. لا اطمني يا حنان، اللي عمل كده انا عارفه، وهعرف اربيه ازاي. ده انا سلطان. انت عبد الحليم وبنتك بتحب فريد الاطرش؟ ايه ده يا راجل ده؟ ده انتوا عيلة مزيكا، ده انتوا كده عايشين. طب انا عايش ليه؟ كل سن وليه متعته وجماله.
لا. يعني انت كده مبسوط في حياتك؟ الحمد لله. طب قولي قولي بتعمل ايه؟ بتمشى، بتفرج على التلفزيون، اقرا جرايد، اسمع غنوة من الاغاني الحلوة بتاعت زمان. الله. ولسه بقى اهم ثلاث حاجات في الدنيا. ايوه انا بقى بتاع الثلاث حاجات. اسكت، انا افتكرت هنقضيها مشي وجرايد. اول هام تفرح بعيالك لما تشوف ابنك كده ولا بنتك عايشين مستورين ومبسوطين وربنا كرمهم. غيره المثل بيقول اعز من الولد ولد الولد. تتمتع بأحفادك وتشوفهم وهم بيلعبوا ويكبروا ويتنططوا على كتافك. عبد الحليم انت عندك كم حفيد؟ 9 بسم الله ما شاء الله، 2 من كل عيل و3 من حنان. انا بقى عندي 90. 90؟ ويمكن اكتر من 100. انا بعرفش عدهم. سيبك من الكلام ده، خشيلي بقى خشيلي بقى على الثالثة. عبادة ربنا سبحانه وتعالى، يوم ما صمتوش، فرض ما صلتوش، ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك ويديك فرصة تعيش للسن ده عشان تتوب وتكفر عن أي غلطة عملتها وانت في شبابك وجبروتك. لا لا أنا لسه في جبروتي، أنا هفضل الشباب على طول. عبد الحليم ممكن تسلفني الكورنر ده؟ أوي أوي اتفضل. أصله في إعلان يهمني أوي أوي أوي، خليها في سرك. إيه بقى يابا؟ خليك بقى معانا يومين، أخلص بس من الموالي اللي أنا فيه ده، وبالنسبة للموضوع اللي كنت كلمتني فيه ربك هيحلها من عنده. اسكت، ما ربنا حلها خلاص خلاص. يا لقيت يا عبد الحليم، عرفت دلوقتي ليه انت ماسك طول النهار الجورنال في ايدك؟ يا لقيت. صدق انا حبيبي. انا اهو انت اللي حبيبي. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. والله يا ابني ما حد مريح قلبك في الدنيا دي كلها غيرك. تعال انا ادي معاك. لا والنبي بلاش تيجي معايا دلوقتي يا حبيبي، انت تنور الدنيا، بس استناني كده ارتب ظروفي وبعدين اخدك ان شاء الله كل يوم. خش يا بركات. انت خطوة عزيزة يا سلطان. يا عز مقدارك يا بدرية. خير خير يا اخويا ان شاء الله. انت كويس؟ الحمد لله يا بدرية تمام، ربنا يسلم. يعني ما فاكش حاجة كده ولا كده ومخبي عليا؟ لا الحمد لله تمام. انت رايح على فين يا سلطان؟ اصل انا خايف عليك. انا بغوط في البحر يا بدرية، السمك بيكبر حواليا والسمك بياكل بعضه يا سلطان. خلاص بقى، اللي خايف من البحر يطلع. نطلع يا اخويا نطلع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون فتح لنا طريق باب رزق، بيقول يلا حد يجي ياخدني نقول له لا. لا او الف لا كمان. امال ايه الطريق اللي انت بتتكلم عليه ده؟ كله دم ورصاص. انت عارفه يا بدريه، زمان كان نفسي امسك في ايدي 1000 جنيه، لما مسكت 5 ما صدقتش، 10 كان هيغمى علي، 20 30 مليون، 2 3. نكفي على كده يا اخويا ونعيش يا سلطان عشان نربي عيالنا، ونقول الف حمد وشكر ليك يا رب. ما هي الأعداد ما بتخلص يا بدرين، ملهاش آخر البيخة. طب افرض يا أخويا لميت فلوس الدنيا دي كلها وجرى لك حاجة أنت ولا محمد؟ محمد خلاص يا بدرين، لا هيروح الشغل ولا هيروح المكتب لما أنا أقوله.
اعرف الحكايه اصلها ايه. عندك يا اخويا جو، خش اقول له الكلام. راسه والف صرمه ينزل يروح بتاع الارض ولا المكتب. لا يا ست، انا هما منعولك بالامر. طب وانت يا سلطان ايه؟ استغني عن روحك يا بدريه، الموت حوالينا في كل حته، مش محتاج سبب. اوقات بيجي من غير سبب، بس دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. هي يا بدريه، الواحد من دول ممكن يبقى واقف في الحمام يتزحلق راسه تتخبط في الحوض يسلم لمراه على طول. انت حر يا سلطان. لو الحكايه يا اخويا حكايه فلوس تغور في 60 داهية، ما نبناش منها الا المصايب. مالها بس الفلوس يا بدري؟ يعني كنت عايزانا نفضل في التعب والفقر اللي احنا فيه زمان؟ لا يا اخويا، انا كنت عايزه الستر. الفلوس الزياده دي هي اللي فرقت بيننا، واخرتها كنت هتضيع مني انت وابني ليله امبارح. مفيش عليا يا بدري، بس بقول لك ايه، ادعيلي بقى، انا محتاج دعاك يا بدري. بدعيلك ربنا اللي يعلم يخليك لولادك يا رب، يكفيك شر نفسك. منين سعادتك خلتنا اروح لاشتكي له؟ ومنين بعت لي اجيلك الفيلا؟ جاي عشان تستسمحني، عشان تسترضيني، بس انا بقى راجل مفتري هبهدلك وهطردك قدام الناس كلها. هو انا يا باشا مطلوب مني اعمل ايه بالظبط؟ لما سلطان بقى يعرف الحكايه دي هيشغلك عنده، وهتبقى براحتك تدخل وتخرج زي ما انت عاوز. عيش حياتك وكمل نص دينك. أبوك فتح لك مكتب نقل ومروقك، ناقصك إيه يا أخي؟ يعني أبوك يبقى في أزمة وأسيبه لوحده؟ هتعمل له إيه يعني؟ هتمنع عنه القضاء؟ أبوك عمره ما هيغير اللي في دماغه. يا محمود، رحت شغلك ليه لحد دلوقتي؟ أنا واخد أجازة يومين كده، بخلص بحث مطلوب مني. ربنا يوفقك يا أستاذ. أستأذنكوا بقى عشان ألحق المكتبة. استنى عندك يا تحت أمر حضرتك. قولي بقى ايه حكاية لعبة الأمم دي بقى؟ يعني انت بتقرا في السياسة دلوقتي ولا ايه؟ وانت هتجاوب على سؤالي بسؤال ولا ايه يا هندسة؟ قولي ياض، لعبة الأمم دي يعني ايه؟ ايام الحرب الباردة كان في دول بتستغل الخلافات اللي كانت بين الامريكان والروس لتحقيق مكاسب اقليمية. ياس خلاص خلاص، يعني يستغل وقعة الكبار في بعض عشان هو يطلع بمصلحة تخصه. برافو بالظبط. شكرين قوي، جزاك الله خير يا هندسه، الف شكر حبيبي. شوف انت مصلحتك بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. الواد ده ماله؟ مش عارف، مش قادر اعرف ايه اللي في دماغه. مش عارف، كلامه بيفكرني بالجرايد اللي بيقراها حمايه. محمد محمود لسانه حلو، بياع، بس المهم هيبيع ايه؟ الله اعلم. لما تقعد معايا يا محمد يا اخي، مع اخوك برضو، انا خايف يروح في السكه اياها. بقول لك ايه، انا كفايه عليا فريد وبلاوي. ما الاثنين اخواتك يا ولا. ايوه بس فريد لسه عيل اخضر، محتاج اللي يربط له صواميل دماغه، انما محمود خلاص كبر بقى راجل، وبعدين متعلم. هتكلم معاه في ايه؟ ده عمرها ما كانت بالعلامه يا ابو حميد، معلش حاول عشان وافرض مرضيش يسمع كلامي. يا سيدي تبقى حاولت على الله، ولو مرضيش يسمع كلامك يبقى عملت اللي عليك وسبهولي. ماشي. ممكن افهم بقى انا محبوس في البيت ليه؟ من غير ليه؟ مفيش نزول الشغل غير لما انا بنفسي اقول لك انزل يا محمد. يعني هفضل قاعد في البيت كده؟ يعني ايه قاعد في البيت دي يا واد؟ ما تراعي اخواتك، عندك ايه مشاكل قابلها يا اخويا. انزل يا واد، اعمل لك نقله ولا نقلتين، بعد كده مفيش سواقه. هو ايه الحكايه النهارده؟ بقولك ايه، انت عمرك ما غصبتني على حاجة. بص بقى يا محمد، انا طول عمري بحبك ومكبرك ومقدرك على انك صاحبي، انما لما توصل بقى المسألة لمصلحتك لازم تسمع الاوامر. وانا عمري ما كسرت لك امر، بس ما هو اخواتي قدامك اهم، ما تنفذ عليهم الاوامر زي ما انت عايز.
اخواتك خدوا كل اللي هم عايزينه يا محمد، محتاجوش لاي حاجة خالص خالص خالص. انما انت بقى اللي شفت معايا الفقر وقلة الحيلة غصب عني يا محمد، والله غصب عني، عيني بتقع عليك كده قبل اي حد في الدنيا. ما هو محمود قدامك اهو، ما تحكم عليه بالامر زي ما عرفش بشغلته، ما اقدرش فجأة كده اقول له لا. انما انا وانت بقى معلم ولاد سوق ولاد كار واحد، فاهمين بعضينا، لما اقول لك لا تبقى الضمنة قفلت. والله لو فيها لعبة يا واد لاسيبك تلعب. ماشي يا اسطى، كلتين انت واكل عشرة زي حضرتك. لا مش ناقص يا محمد ان انت ما تفهمنيش. ليه يا نور؟ ليه بترجع في كلامك؟ مش عارف. مش احنا كنا متفقين؟ ايه صعب عليكي فجأة؟ صعبان عليا الحياة اللي بنيتها، الاستقرار اللي انا عايشة فيه. وانت لما تطلعلك منه بكام مليون مش هتعرفي تعيشي في استقرار؟ نفسي اديله فرصة اخيرة. فرصة اخيرة لايه؟ نبعد من هنا، نبيع الارض بتاعتنا ونبتدي باي مكان تاني. انت لسه عايزة تبتدي من جديد؟ هو فاضل من عمرك ايه علشان تضيعيه معاه؟ عمرك ما هتفهم يا وائل انا بفكر ازاي. واحدة مجنونة وكل يوم ليها رأي، افهمك ازاي؟ عشان اسيبه لازم اعمل حاجات كتير مش عايزة اعملها، حاجات رخيصة بتضايقني. انا نفسي ابطل كدب، ما بقاش الست اللي بتضرب جوزها في ظهره وهو بيقع. انت بتضحك ليه؟ انت اللي بتضحكي على نفسك يا نورة. عادل اشترى جمالك بفلوسه، وانت كمان اشتريت فلوسه بجمالك، وانتوا الاتنين واضحين جدا مع بعض. الفرصة دي انا بديها لنفسي، لنفسي قبل ما تكون لعادل يا وائل. طب واذا رفض؟ يبقى مفيش نصيب. الراجل ده انا معاشره بقال سنين وعارفه كويس قوي. مش اكتر مني يا سعداوي. ما يحبش ياكل غير لوحده، ونرمالك عظمة يستعبدك بيها مدى الحياة. اطمن يا سعيد، انا مش هسيبه ابدا. ايه هتضرب عليه نار زي ما كان عايز يقتلك؟ لا كل ده كلام فاضي يا سعداوي، كل ده تهويش، واللي عمله عادل تهويش يضر اكتر ما ينفع. انا بقى عندي اللي يخليك تقضي عليه وانت حاطط رجل على رجل. باشا يا سلام، ايدي على كتفك. انا عندي اوراق توديه في داهيه، وكلها ايه ولا مؤاخذه، بعد عنك. مستني ايه طيب يا سعداوي؟ لايمني على الاوراق دي، الصبح اكون موديها نشره الاخبار، على صلاه الظهر اكون موديها النيابه. كان نفسي بس ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ هو كمان عنده ملف يدخلني السجن. الله 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 الله، لعبة حلوة قوي. ايه ده؟ يعني كل واحد فيكوا حاطط صباعه تحت درس التاني. الله، انا بقى عايزك تشيل صباعي من تحت درسه عشان اقدر اكله لك كويس. ازاي؟ انا عندي اللي يدخل بيته ويجيب الملف ده كمان من خزنته، بس طالب كتير شوية. طالب ولا طالبة؟ قصدك ايه بالسؤال ده؟ شامم كده ريحة حريمي، وقلبي بيقول لي ان مراته في الموضوع. الحريم اعتاب ادم وارفا، ويكون في عون اللي ده ده ملوش سير. يا عيني على حياتي.
قدام الجمال وكعوب.